فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف الإلكتروني الذي في الهاتف النقال. لا حرج في ذلك إذا أمن من أمرين: الأول سلامة المصحف المركب والموضوع في هذا الجهاز من الخطأ، لأن نقل أن بعضها قد يكون فيها أخطاء، وبعضها وضع نسخ صحيحة وبإتقان فيسالم من الأخطاء. فإذا اطمأن إلى سلامته من الخطأ، هذا الناحية الأولى. والناحية الثانية إذا أيضا أمن من حصول الضرر، إذا أمن من حصول الضرر، فإذا كان النظر إلى هذا الجهاز قراءة المصحف فترة طويلة يضر بصره ويؤثر على بصره، فينهى عن ذلك، لأن المسلم مطالب بأن يحفظ بصره من الأشياء التي تؤذيه. ولكون هذه الأجهزة تضر بالبصر، في الشركات والمؤسسات والجهات إذا كان الموظف عمله في تلك الأجهزة عملا في تلك الأجهزة يضاف له الراتب بدل، لأنهم يعلمون أن مع الوقت تؤثر على البصر، فإذا كان يعلم أنها تؤثر على بصره فيقرأ في المصاحف الورقية التي يأمن بإذن الله تبارك وتعالى من مضرتها عليه في هذا الجانب، والله أعلم.